النهارده سهله وبسيطه. انا قلت احنا بنطبخ على طول البقليات، الفول، الفاصوليا الناشفه، اللوبيا، كل الحاجات الناشفه بنطبخ. طب اشمعنى جينا على الحمص وقرطت وما بنطبخوش ليه طبيخ؟ يعني نطبخ كل حاجه في البقليات ونيجي عند الحمص يا نحط منه حبه بس مش عارفه في طحينه، يا نشربه حمص الشام. طب ما احنا نجربه نطبخه. انا جربته في الطبيخ طلع حلو قوي. فالنهارده هعمل حمص باللحمه مطبوخ. مقاديره سهله وبسيطه. نص كيلو لحمه، حط اللحمه زي ما يعجبك. تمام؟ نص كيلو لحمه. ومعانا حمص الشام مسلوق، لازم يبقى منقوع ومسلوق. لو ما هتيجي تطبخيه يبقى منقوع ومسلوق. ونص كيلو طماطم وبصلايه حلوه كده مبشوره. ومعانا ثوم وبهارات وفلفل اسود وملح وقرن فلفل اخضر. وزيت او زبده على حسب ما تحبي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحياه تجارب، وده لما جربته لقيته حلو وطعمه زي السكر. وممكن كمان تطبخيه من غير لحمه، يعني لو مش عاوزه تطبخيه بلحمه اطبخي الحمص من غير لحمه وجنبه شويه رز بشعريه، شويه رز ابيض. ما الحمص زيه زي الفول، زي البسله، زي الفاصوليا، زي اللوبيا، بيبقى طعمه جميل جدا. فالنهارده هنطبخ حمص. ادي الحمص. اللحمه لو هتحطي في الحمص لحمه ما تحطيش اللحمه كبيره، يعني خليها حتت صغيره زي اللحمه اللي بنقطعها لما هنيجي نعمل قورمة، تبقى الحته صغيره كده اهي، تقطعيها وتسلقيها وتبقى صغيره كده عشان خاطر تبقى ماشيه مع الوصفه بتاعتك، تبقى حلوه في الحمص، تبقى الوصفه بتاعتكم جميله كده في الحمص، وتبقى حته اللحمه على قد الاكل على طول كده. الزبده هنروح حاطين البصل. حط لها كده بصلايه حلوه كبيره متعفيه تكون مبشوره مش متخرطه زي ما بنطبخ، مبشوره. وهننزل الثوم. والفلفل الاخضر. وشويه البهارات. والفلفل الاسود. وحطي قطر الملح على حسب ما تحيقي. ونبتدي ناخدهم تشويحه صغيره في قلب بعضيهم. التوابل مع الثوم مع البصل مع الفلفل الاخضر، كل الحاجات دي على قلب بعضها لحد بس ما تبتدي البصله تنزل ميتها وتدبل سنه. تدبل سنه بس عشان هنحط برده اللحمه. عشان هنحط اللحمه بعد ما البصله تنزل ميتها شويه هنحط اللحمه، بس في البدايه هنحط البصل والفلفل الاخضر والثوم والملح والفلفل والبهارات على قلب بعض وياخدوا تشويحه. انا استغلي لسه اطلع معاكي في البرنامج. تعالي يلا سيبي رقمك وتيجي تشرفي. ها؟ سيبي رقمك وتعالي شرفيني هنا. ماشي. يلا والنهارده عودي اتفرجي بقى على الختام بتاع الاسبوع، هيعجبك قوي. ماشي انا بحبك، بس اجي امتى؟ سيبي لي رقمك وهقولك. ماشي. سلام يا قمر. حطينا اللحمه بعد ما البصله تاخد صدمه شويه وتنزل ميتها، هنبتدي نحط اللحمه ونبتدي برده نشوح شويه. دي بتبقى اكله جميله وحلوه قوي، والحمص فيها بيبقى زي الزبدة. اللي عاوز يطبخها بلحمة يطبخها، ما تطبخهاش بلحمة تطبخها بحمص بس. بحمص بس تبقى زي الفل برضه، ما فيهاش أي مشكلة. أهي. أهي. لو هتحطي مش هتحطي فيها لحمة، شوحي الحمص مع الحمص مع البصل والتوابل بدل اللحمة، وحطي مقدار، حطوا المقدار بتاع الصلصة عليها على طول. وممكن كمان تعمليها في طاجن، تعملوها في طاجن حلو، تخش في طاجن تبقى كويسه. بعد كده ما كل اللحمه كده بتتشوح وتاخد كده الريحه الحلوه بتاعتها كده وريحه الثوم تبتدي تفحفح والتوابل، هننزل بالحمص.
هنا الحمص ما تحطيهوش من غير ما يكون مسلوق، الحمص يكون مسلوق منقوع ومسلوق، وبعد كده تبتدي تستخدميه في الطبيخ، بيبقى جميل وحلو زي الفل، كأنك بتاكلي بالظبط لوبيا، فاصوليا، فول، كل الحاجات اللي احنا بنعملها. انتوا شفتوا ان كل مرحله ليها تشويحه، يعني البصل دبلناه الاول اول ما نزل شويه، وبعد كده حطينا معاه التوابل والفلفل وادينا له برده شويه، وبعد كده حطينا اللحمه وشوحناه مع بعض شويه، وبعد كده حطينا الحمص اخر حاجه، هياخد برده تقليبه، وبعد كده اخر حاجه هنحطها خالص الطماطم. ما تحطيش كله على قلبه بعضه، لان التشويحه دي بتدي للحمص طعم حلو، بتدي له طعم حلو كده، يبقى ريحته مفحفحه. هنحط كده اهو كده، هنحط بقى حطي الطماطم اهي، لو هتزودي شوربه حطي شقشق مش كتير، لان احنا مش عاوزينها تبقى ايه طبيخ رايح جاي، يعني ما يبقاش فيه ميه كتير، عاوزينه كده يبقى ملفوف. هنزود شويه شوربه صغيرين من بتوع اللحمه. يا حلو، بص الاكله دي بقى يا عم حسن، ده حمص من حمص الشام. الهلا. طبخينه مع لحمه، دي بتبقى اكله حلوه قوي. الحمص احنا دايما بنطبخ الحاجات الناشفه زي ما انت عارف، فاصوليا، لوبيا. الشتاء الجو شتاء، الجو شتاء اهو. ده بقى قلنا نعمل كده اكله حلوه، حمص ولحمه وبصل وثوم ومعاه شويه توابل كده حلوين، وبالف هنا وشفا. لازم تاكله النهارده.